بعد التعديل الحكومي الأخير، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بوست مجهول النسب والحسب يقول بما معناه أن سلطي بدل سلطي، أبو رمان بدل نسور، بني حسن بدل بني حسن، العموش بدل المشاقبة، معاني بدل معاني، التلهوني بدل الطويسي، طفيلي بدل طفيلي، الشحاحدة بدل الحنيفات، بني صخر بدل بني صخر، الزبن بدل الفايز، شركسي بدل شركسي، إسحاقات بدل الكسبي. المقصود أنه تعديل عشائري درجة أولى، أخذ الرزاز فيه بعين وأنف الاعتبار عملية التوازن بين أفخاذ العشيرة الواحدة حتى لا تطغى فخذة على الأخرى.